في لاعب من مصر بره، طاهر ابو زيد، اللعبه اللي دخل فيه جامد طلع بره على اثرها، لسه بيتعالج ان شاء الله ينزل. احنا لسه باقي 25 دقيقه على انتهاء المباراه والنتيجه 0-0، وطاهر نجم من نجومنا اللي بنعتمد عليهم، وانت شفت الصواريخ اللي بيلعبها وكره جوال. انا بتملي بقول الكره معاهم مخاطره جدا، خطره خطره، جول خطره، جول خطره، جول بدماغه، الاوفر بتتلعب وحطها بدماغه. واحد صفر للسنغال. نمرة اهو هنشوفها تاني، شوف اهي بدماغه اهي جوه الجول. 1-0 للسنغال.